بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 46. أمير عثمان من السودان يقول في سؤاله الأول في رسالته: إذا كان إمام المسجد الذي يصلي بالناس وبعض المأمومين أو كلهم ممن يعتقدون في الأموات النفع ودفع الضر، وممن يحلفون بغير الله ويرتكبون الكثير من البدع والخرافات، إذا كانوا بهذه الصفات، فهل يجوز لي أن أصلي معهم وخلف هذا الإمام، أم أصلي وحدي في بيتي، أو أبحث عن مسجد آخر لا يتصف إمامه ولا المصلون خلفه بهذه الصفات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يشترط في الإمام الذي يؤم المسلمين في الصلاة أن يكون على قدر كبير من صلاح العقيدة وصلاح السلوك والعمل، لأنه قدوة، ولأن إمامة الصلاة أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة. فإذا كان الإمام الذي ذكرت على هذا الوصف أنه يفعل شيئا من الشركيات والخرافات والبدع، فهذا لا تصح الصلاة خلفه، لأنه إذا كان يعتقد النفع والضر بغير الله جل وعلا من القبور والأموات، فهذا شرك أكبر، ويتقرب إلى القبور بأنواع من القربات كالذبح والنذر والدعاء وغير ذلك، فهذا شرك أكبر، صاحبه خارج من الملة، لا يصح منه عمل ما دام على هذه العقيدة الباطلة. وكذلك إذا كان عنده شيء من البدع والخرافات، وإن لم تكن تصل إلى حد الشرك، إلا أنها تخل بعدالته وصلاحيته للإمامة، أنه يشترط في الإمام أن يكون عدلا، وهذه البدع والخرافات التي يزاولها تقدح في عدالته، فلا يصلح أن يكون إماما ولا تصح الصلاة خلفه. أما بالنسبة للمأمومين، إذا كان الإمام صالحا في عقيدته وصالحا في سلوكه وأخلاقه، كان عدلا، فإنها تصح الصلاة خلفه، ولو كان في المصلين وراءه من هو مرتكب لشرك أو بدعة أو خرافة، فالعبرة بالإمام، العبرة بالإمام، تصح الصلاة خلفه، ولو كان في من يصلون خلفه من يتصف بهذه الصفات التي ذكرت. أما إذا كان الإمام هو الذي يزاول هذه الأعمال الشركية والبدعية، فهذا كما ذكرنا لا تصح الصلاة خلفه، وعليك أن تلتمس مسجدا آخر يكون إمامه مستقيما وصالح العقيدة وصالح العمل. وإذا لم يكن هناك مسجد إلا هذا المسجد الذي فيه هذا الإمام الذي لا يصلح للإمامة، فبإمكانك أن تجتمع مع آخرين ممن ينكرون هذا الشيء وتصلون جميعا، تتركون هذا المسجد، ما بين تعمروا مسجدا آخر أو تهيئوا مكانا للصلاة إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى إماما صالحا. هذا إذا كنتم لا تستطيعون السعي في عزل هذا الإمام واستبداله بأصلح منه، أما إذا كنتم تستطيعون أن تسعوا في استبداله بما هو أصلح منه وجب عليكم ذلك، الله أعلم. السؤال الثاني يقول: هل يجوز لي أن أجالس وأشارك في المأكل والمشرب تارك الصلاة المصر على تركها؟ لا يجوز لك أن تجالسه وتشاركه في المأكل والمشرب إلا إذا كنت تقوم بنصيحته والإنكار عليه وترجو أن يهديه الله على يديك، فإذا كنت تقوم بهذا معه جاز لك أن أو وجب عليك أن تقوم به معه، لأن هذا من إنكار المنكر ومن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله أن يهديه على يديه. أما إذا كنت تشاركه وتجالسه وتأكل وتشرب معه من غير إنكار وهو مقيم على ترك الصلاة، إنه لا يجوز لك، أو مقيم على شيء من الكبائر، فإنه لا يجوز لك أن تخالطه، وقد لعن الله بني إسرائيل على مثل هذا، قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وجاء في تفسير الآية أن أحدهم كان يرى الآخر على المعصية فينهاه عن ذلك، ثم يلقاه في اليوم الآخر وهو مقيم على معصيته فلا ينهاه ويخالطه ويكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على ألسن أنبيائهم. وحذرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نفعل
مثل هذا الفعل لئلا يصيبنا ما أصابهم من العقوبة، والله أعلم. نعم. مثل هؤلاء أو غيرهم من المرتكبين لبعض المعاصي، هل الأفضل مخالطتهم واستمرار النصيحة لهم على أمل إصلاح شأنهم، أو هجرهم وترك مجالسهم أصلا؟ الأفضل مناصحتهم، لكن إذا كان في هجرهم مصلحة بأن يرتدعوا، إذا كان الهجر فيه مثلا تبكيت لهم وتخجيل وهو أنكى بهم بأن يرتدعوا، فإنه يهجرهم. أما إذا كان الهجر لا يفيد شيئا فهو بين أمرين، إما أن يخالطهم ويناصحهم ويأمرهم وينهاهم، وإذا لم يرى جدوى فإنه يعتزلهم ويهجرهم. نعم. له سؤال أخير يقول: إذا توفي أحد أقارب الشخص أو أصدقائه وهم في بلد غير البلد التي هو فيها، فهل يجوز له أن يسافر إلى البلد الذي هم فيه لتأدية العزاء ومواساة أهله في فقيدهم، أم أن هذا يعد شد رحل ولا يجوز؟ إذا كان العزاء يشتمل على بدع وخرافات مثل إقامة المآتم التي تفعل في بعض البلاد، فلا يجوز له أن يشاركهم سواء سافر أو لم يسافر، لأن هذا من البدع والمنكرات. إذا كان فيه إقامة مآتم وإقامة نياحة وغير ذلك من ما يفعله المبتدعة، فهذا منكر لا يجوز للإنسان أن يذهب إليه ويشارك أهله، لا بسفر ولا بغيره، والسفر أشد. أما إذا كان العزاء مجرد مواساة للأحياء ومجرد تطيب لخواطرهم ودعاء للميت بالرحمة والمغفرة، فلا بأس بذلك، خصوصا إذا كانوا من أقاربه، ففي سفره إليهم وعزائهم ومواساتهم وربما يكونون بحاجة إلى حضوره، فلا بأس بذلك، لأن هذا من الطاعة ومن المعروف وليس من المنكر. نعم. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم تركي من الخرج بعثت بسؤالين، تقول: إذا أحرمت لأداء العمرة لنفسها ثم بعد الانتهاء منها أرادت أن تؤدي عمرة لأبيها وأخرى لعمها، فهل يكفي أن تطوف وتسعى فقط لكل واحد منهما وذلك بإحرامها الأول الذي عقدته لنفسها في الميقات، أم لابد من العودة إلى الميقات والإحرام من جديد لكل واحد منهما؟ أولا، تكرار العمرة في وقت متقارب هذا فيه ما فيه من التوقف وعدم المناسبة، فإن تكرار العمرة في وقت متقارب هذا قد أنكره بعض العلماء في خلاف، يعني في هذا الموضوع خلاف. نعم. خلاف. ولو أن المسلم إذا أدى العمرة عن نفسه يدعو لوالديه ولأقاربه في طوافه وفي سعيه وفي غير ذلك من بقائه في المسجد الحرام، هذا يكفي إن شاء الله، ونرجو أن يصلهم نفعه وبره. لكن إذا فعل ما ذكر السائل من تكرار العمرة له أولا ثم لوالده ثم لوالدته هكذا، فلا بأس بذلك وإن كان خلاف الأولى، ولكن إذا فعله فلا بد من إحرام مستقل لكل عمرة، بأن يخرج إلى الحل، إلى التنعيم أو إلى عرفات أو إلى الجعرانة، يخرج عن الحرم خارج الأميال ويحرم العمرة لنفسه والعمرة كذلك إذا أراد أن يعتمر أخرى يخرج مرة ثانية وثالثة، لا بد من الخروج للإحرام بالعمرة من الحل، ولا بد لكل عمرة من إحرام مستقل، لا تشترك عدة عمرات في إحرام واحد كما يقول السائل. نعم. إذن الإحرام يكون من الحل القريب من مكة، وليس شرطا أن يعود إلى الميقات الذي ميقات البلد الذي قدم منه. ميقات العمرة لمن هو داخل مكة ميقاتها الحل. نعم. ميقاتها الحل من كان داخل مكة. أقصد لو كان حتى ليس من أهل مكة. نعم. يعني يحرم من الحل. كان داخل الأميال. نعم. وأراد أن يعتمر فإنه يخرج خارج الأميال، يعني من كان داخل الحرم وأراد العمرة فإنه يخرج ويحرم بالعمرة من الحل، من الحل القريب، سواء كان في مكة أو خارج مكة، أما من كان خارج الحل فإنه يحرم من مكانه. نعم. سؤالها الثاني تقول: هل يجوز لزوجة الأب أن تأخذ شيئا من مهر بنات زوجها من امرأة غيرها إذا قامت هي بتربيتهن ورعايتهن وذلك برضاهن ورضا والدهن، أم ليس لها الحق في أخذ شيء منه؟ لا بأس بأن تأخذ شيئا سمح به بنات زوجها من غيرها، لأن المهر ملك للزوجة، فإذا سمحت بشيء منه لزوجة أبيها أو لغيرها فلا بأس بذلك، أو حتى لو سمحت بشيء منه لزوجها فلا بأس بذلك، لقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نعم. فهذا ملكها، ملك الزوجة، لها أن تعطي زوجة أبيها منه أو غيرها.
هذا السائل ألف ميم ألف مصري يعمل باليمن بعث بسؤال يقول فيه: أنا أعمل في الجمهورية العربية اليمنية وأسكن مع زميلين لي في مسكن من 3 غرف، وحدث مرة نزاع مع أحد الزميلين حول أحد المواضيع فثار غضبي منه وقلت علي الطلاق بالثلاث، حتى هذه الغرفة لا أقعد معك فيها، وكنت آنذاك في حالة غضب فلا أدري هل أنا قلت بالثلاث أم لا، ولكن بعض الزملاء الحاضرين قال إني لم أقل بالثلاث، فندمت بعد ذلك كثيرا وفعلا نقلت فراشي ولم أجلس معه في تلك الغرفة، بل انتقلت إلى غرفة أخرى في نفس المسكن، ولكني أحيانا أضطر إلى الدخول إلى تلك الغرفة للحاجة، فهل يقع علي طلاق بهذا علما أنني إنما عقدت النكاح على فتاة فقط ولم أدخل بها؟ أولا لا ينبغي للإنسان أن يجعل الطلاق قريبا من لسانه يتلفظ به بكل مناسبة، لأن الطلاق لفظ ثقيل ويترتب عليه محاذير وأضرار، فيجب على المسلم أن يبعد الطلاق عن لسانه ولا يتخذه سلاحا يتلفظ به عند كل مناسبة. أما بالنسبة لما صدر منك أيها السائل أنك تشاجرت مع زميلك أو مع زملائك فتلفظت بالطلاق ألا تدخل غرفة فيها هذا الذي تنازعت معه، فهذا فيه تفصيل. إن كنت أردت منع نفسك من الدخول فقط استعملته استعمال اليمين، وهو أنك قصدت أن تمنع نفسك من الدخول ولم تقصد تطليق زوجتك، فهذا يجري مجرى اليمين، تكفر كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد أو نصف صاع من الطعام، أو تكسوهم لكل مسكين ثوب يجزيه في صلاته، وبذلك تنحل يمينك وتدخل الغرفة وتسكن مع زميلك. أما إذا كنت قصدت الطلاق ولم تقصد اليمين وإنما قصدت طلاق زوجتك وعلقته على دخولك الغرفة، هذا إذا حصل الدخول وقع الطلاق، وبما أنك لم تدخل بهذه الزوجة فإنها تبين تكون بائنا لا رجعة لك عليها، فإذا كان الطلاق أقل من 3 لك أن تعقد عليها عقدا جديدا، لك أن تعقد عليها عقدا جديدا برضاها ورضا وليها. نعم. أما إذا كان الطلاق 3 فإنها تكون بانت بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا آخر. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع صالح عبد العزيز النويصر من القصيم الخبرة بعث بعدة أسئلة، وفي الواقع كانت أسئلته كثيرة وبعضها قد سبق أن تناوله البرنامج في حلقات ماضية، وهذه أسئلته الأخرى يقول فيها: ما الحكم في من ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه؟ هل يعيد ما فاته من أعمال من أركان الإسلام كالحج والصوم والصلاة، أم تكفي توبته وعودته إلى الإسلام ويبدأ من جديد؟ الصحيح من قولي العلماء أن المرتد إذا تاب إلى الله ودخل في الإسلام مرة أخرى تائبا منيبا إلى الله سبحانه وتعالى أنه لا يعيد الأعمال التي أداها قبل الردة، لأن الله سبحانه وتعالى اشترط لحبوط الأعمال بالردة أن يموت الإنسان عليها، قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فشرط لحبوط الأعمال استمرار الإنسان على الردة إلى أن يموت. دلت الآية بمفهومها على أنه لو تاب قبل الوفاة فإن أعماله التي أداها قبل الردة تكون صحيحة ومجزئة إن شاء الله. نعم. السؤال الثاني يقول: ما حكم الصلاة في ثوب فيه دم أو في حالة خروج دم من بدن الإنسان أثناء الصلاة؟ إذا صلى الإنسان بثوب فيه دم يسير من حيوان طاهر في الحياة فهذا لا بأس به، أما إذا كان الدم كثيرا ورآه في أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل، وعليه لأن هذا الدم نجس، إذا كان كثيرا فإنه يكون نجسا ويخرج ويغسل ثوبه ويصلي، أما إذا لم يعلم به إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة، سواء كان الدم من بدنه هو أو من حيوان. إذا كان من بدنه أو الدم مسفوح من حيوان خرج من الذبيحة وقت الذبح، أما إذا كان من حيوان مأكول يعني مما تبقى في اللحم